يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنا كنت مسافرا ودخلت مع الإمام في التشهد الأخير. أنا كنت مسافرا ودخلت مع الإمام في التشهد الأخير وقصرت الصلاة، وأنا أعلم أنه قد أتمها أربعا، فهل صلاتي فيها شيء؟ نعم، أي صحيحة، واجب عليك أن تصليها أربعا. إذا صليت خلف من يتم الصلاة ولو جئت في آخرها عليك الإتمام. نعم.